البيان الختامي لقمة البحرين يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وعقد مؤتمر دولي للسلام. في كلمته أمام القمة العربية، الرئيس السيسي يؤكد على موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريا. جنوب إفريقيا تعتبر الهجوم الإسرائيلي في رفح الخطوة الأخيرة في تدمير غزة في مرافعتها أمام جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية. مساء بتوقيت القاهرة، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من قناة النيل للأخبار. مرحبا بكم. أهلا بكم سيداتي وسادتي، نبدأ نشرتنا بعد الفاصل. السيدات والسادة، نحييكم إلى تفاصيل نشرة الأخبار. طلب إعلان البحرين بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ووقف محاولات التهجير القسري وفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية. كما طالب البيان الختامي للقمة العربية 33 الذي عقد في المنامة، طالب إسرائيل بالانسحاب من رفح الفلسطينية من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن. كما دعا البيان إلى عقد مؤتمر دولي للسلام ونشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. كما طالبوا المجتمع الدولي بتوصيف الممارسات الإسرائيلية بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، داعين لإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. قال الرئيس السيسي إن المنطقة تمر بالعديد من التحديات والأزمات المعقدة في ظل الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وأكد الرئيس السيسي في كلماته خلال افتتاح أعمال الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية أن التاريخ سيتوقف طويلا أمام العجز المؤسف من قبل المجتمع الدولي تجاه الإمعان في القتل والانتقام والحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي. وإذ نجتمع اليوم من أجل فلسطين فإننا لنؤكد بأن رفض عربي جامع لاستمرار الحرب على غزة وتهجير الفلسطينيين وإخلاء الأرض من شعبها، رفض جاء على لسان القادة العرب في اجتماع القمة العربية 33 بالبحرين.
الرئيس السيسي حذر في كلمته أمام القمة من خطورة التصعيد الإسرائيلي العسكري المتواصل على غزة وخاصة في رفح، ما يدفع إلى الفوضى والدمار في المنطقة. وأؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها. كما أؤكد أنه واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن، ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تجدي نفعا أو تحقق مكاسب. الرئيس ناشد المجتمع الدولي أمام قادة وزعماء الدول العربية لوضع حد للحرب المدمرة ضد الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه والسعي لتهجيرهم قسريا واستيطان أراضيهم وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية. من جانبه أعلن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية رفض التهجير القسري للفلسطينيين عربيا ودوليا، مؤكدا أنه لن يمر. لن تنسى الشعوب العربية ذلك العنف الأعمى الذي أظهره الاحتلال الإسرائيلي، وهو يستهدف النساء والأطفال ويطارد المهجرين والمشردين من ملاذ إلى آخر بالقنابل والرصاص. وقد صار العالم كله مدركا لحقيقة باتت ساطعة، وهي أن الاحتلال والسلام لا يجتمعان، ولا يمكن لشيء أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. إن مأساة الشعب الفلسطيني المدني تتصاعد وتتفاقم أيضا، وكذلك الأطفال يعانون من الأخطار ومن المشاكل أيضا، ومن أجل البقاء الإنساني أيضا. وفي الهجوم على رفح غير مقبول بأي شكل من الأشكال. كلمات القادة العرب جميعهم تدفع بضرورة مواصلة التحرك العربي المشترك لوقف الحرب الشعواء على غزة وتسهيل إدخال المساعدات ومنع انزلاق المنطقة في صراع أوسع. إن ما يشهده غزة اليوم من تدمير سيترك نتائج كبرى في الأجيال التي عاصرت الموت والظلم، وستحتاج غزة لسنوات لتستعيد عافيتها، وما تعرضت له لن يمنح المنطقة والعالم الاستقرار. قبل 7 أكتوبر الماضي كانت حكومة الاحتلال تعمل على تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة والقطاع حتى تمنع قيام دولة فلسطينية وحتى تضعف السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وفي ضوء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إنكار لحقوقه المشروعة في الأمن والحرية وتغيير المصير، تزداد حاجتنا لبلورة موقف عربي ودولي مشترك وعاجل يعتمد طريق التحاور والتضامن الجماعي لوقف نزف الحروب وإحلال السلام النهائي والعادل. محاولات جادة ومستميتة تسعى من خلالها مصر مع الأشقاء العرب والأصدقاء لإنقاذ المنطقة من الغرق في بحار لا تنتهي من الحروب والدماء، لكن تبقى الكرة في ملعب المجتمع الدولي بما يملكه من نفوذ لمنع تبعات كبيرة تهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا.
محمد شلامي، النيل. أكد الرئيس السيسي دعم مصر للقيادة الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط، وتقدير مصر لجهودها لدفع المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة. وشدد الرئيس السيسي خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش القمة العربية على رفض مصر للحرب الإسرائيلية في غزة والتي تتفاقم آثارها بسبب العمليات العسكرية بمدينة رفح الفلسطينية. من جانبه ثمن الرئيس الفلسطيني موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والخطوات الجادة التي تتخذها مصر سعيا لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في لقائهما على هامش المشاركة في القمة العربية 33 بالبحرين الوضع في قطاع غزة والظرف الكارثي الذي يواجهه سكان القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد عن 7 أشهر. كما تناول اللقاء ثوابت موقف البلدين المطالب بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع والسماح العاجل لنفاذ المساعدات الإنسانية، وكذلك الرفض التام للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد على هامش أعمال القمة العربية في البحرين على دعم مصر لاستقرار الأوضاع بالعراق والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه. كما شدد الجانبان على قناعتهما بأهمية التنسيق المشترك لدعم استقرار الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، كما حذر الجانبان من التداعيات السلبية لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمسك مصر بوحدة واستقرار اليمن مع دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لحل الأزمة في اليمن سياسيا. كما أكد الرئيس السيسي خلال لقائه بالدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
على هامش أعمال القمة العربية في البحرين على دعم مصر للحكومة الشرعية اليمنية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، كما شدد الجانبان على ضرورة تكثيف جهود حلحلة أزمة قطاع غزة بما ينعكس على الوضع في البحر الأحمر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بنظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بالبحرين على أهمية الدور الذي تطلع به جيبوتي في المنطقة، مشيدا بمواقفها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في القرن الإفريقي. وأكد الجانبان ضرورة استعادة الهدوء في مضيق باب المندب، مشددين على أهمية تنسيق جهود الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتعزيز التعاون المشترك بينهم. كما أكد الجانبان على عمق العلاقات المصرية الجيبوتية وعلى حرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا موفد النيل للأخبار من المنامة محمد عبد الله. محمد، بعد التحية ضعنا في تفاصيل ما خرجت إليه قمة البحرين، القمة 33 لجامعة الدول العربية. نعم جورج، كما توقعنا أن القمة ركزت على الملف الفلسطيني وتعاملت مع الملف الفلسطيني ببيان عام وببيان خاص عن الأوضاع في غزة. القادة والرؤساء العرب أكدوا رفضهم القاطع وأكدوا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بالتأكيد على قطاع غزة. أكدوا أيضا أن هناك رفض قاطع من جانب الدول العربية لعملية أي تهجير داخلي أو خارجي للفلسطينيين خارج القطاع، وأن هذا الأمر سيواجه برفض عربي، إجماع عربي رافض لهذا الأمر. بالتأكيد هناك تطورات أيضا خاصة في ملفات أخرى، خاصة بملف التعليم، مبادرة التي أطلقها جلالة ملك البحرين والخاصة بتوفير التعليم والرعاية الصحية للمتضررين من الحرب من الأطفال في المنطقة، والذين وصلت تعدادهم حسب منظمة إحصائية عالمية أن الأطفال من 5 إلى 15 عاما المتسربين من التعليم يبلغون 10 ملايين. القمة دارت على مختلف القضايا وكان هناك تركيز أكثر على القضية الفلسطينية، ولكن قراءة في إعلان البحرين وكيف تعامل مع ملف القضية الفلسطينية، يسعدنا أن يكون معنا الدكتورة سهير مهندي الباحثة الأكاديمية والصحفية بجريدة الوطن البحرينية. أهلا بحضرتك دكتورة. يا أهلا ومرحبا فيك. كما توقعنا الوضع في قطاع غزة سيطر على أعمال القمة العربية 33 حتى قبل انعقاد هذه القمة. طبعا هذا هو المتوقع فعليا، لان حتى قبل القمه كانت كل التصريحات الاعلاميه وتصريحات المسؤولين والقيادات وايضا تصريحات الدبلوماسيين تؤكد على مدى اهميه هذه القضيه وتناولها بالشكل الاوسع وبالنسبه الاكبر في على طاوله القمه العربيه. وطبعا هذا ما ينادي فيه جميع يعني الشعوب العربيه والوطن العربي باكمله، لان القضيه الفلسطينيه هي محور يعني المحور المنادي للأمن والسلام في المنطقة. نعتذر لانقطاع الاتصال مع الزميل محمد عبد الله، وللمتابعة أيضا بينضم إلينا الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية. برحب بحضرتك دكتور محمد. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. دكتور محمد، تقييمك لمخرجات القمة العربية 33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة.
طبعا بعد التحية هي قمة هامة جدا تأتي في ظرف عربي طارئ، وهو الظرف الخاص باعتداءات غزة ما بعد يوم 7 أكتوبر. طبعا كانت هذه القمة لزاما أن تتناول القضية الفلسطينية باعتبارها هي القضية الأم. ما نتج عن أعمال القمة طبعا هو التركيز عن عدة محاور، لعل أبرزها هو ضرورة وقف كل الأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ضرورة أيضا إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، سواء منها ما يتعلق بالمسائل الخاصة بأن هذه المساعدات هي جزء لا يتجزأ من حل هذه القضية، إضافة طبعا إلى التشارك العربي الدولي من أجل الضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية. الجزء الآخر هو البحث عن إطار مستقبلي لحل هذه القضية، يمكن يأتي في مرحلة لاحقة، لكن ما يهم هذه القمة في هذه الآونة طبعا كما أشرت هو حتى يعني ظهر من مخطط القمة هو ما يتعلق بضرورة وقف العمليات العسكرية، ضرورة دخول المساعدات الإنسانية، ايضا ضروره ان يكون هناك نوع من التكاتف العربي من اجل البناء على المبادره المصريه المطروحه لحل هذه القضيه، من خلال طبعا توافق الجانبين على ضروره تبادل الاسرى، وقف العمليات العسكريه، العمل على بناء الدولة الفلسطينية المستقبلية، خاصة طبعا ان قطاع غزة يمكن 90% منه دمر تماما، وبالتالي نتحدث ايضا عن اعادة البنية التحتية لقطاع غزة. كلها امور تأتي بالتوازي وايضا بالتزامن مع ما تشهده هذه القضية، خاصة طبعا ان اسرائيل عليها ان تتحمل مسؤوليتها، سواء المسؤولية القانونية او المسؤولية الانسانية حيال ما يجري. نتحدث عن 37,000 شهيد فلسطيني، نتحدث عن قرابة 100,000 جريح. إذن كلمات الرئيس السيسي يمكن كانت حتى معبرة اليوم عن هذا الطرح من خلال طبعا الحلين، الحل الأول هو الحل الخاص بوقف العمليات العسكرية، بالتالي تقول في نوع من التبادل السلمي كما يقال وأيضا سلمية القضية، إما الحل الآخر طبعا هو حل طبعا خطير ولا يمكن التنبؤ بسيناريوهاته المستقبلية الخاص باستمرار هذا الصراع وطبعا امتداداته، سواء الامتدادات خارج الأسوار الفلسطينية أو ما يتعلق منه حتى بتأثيراته المحتملة على الإقليم كله. نعم. وكلها أمور أعتقد أنها تأتي بالتوازي معنا. نعم. طب دكتور محمد، آليات تنفيذ هذه المخرجات على أرض الواقع حتى لا تكون مجرد تصريحات صادرة عن هذه القمة ولا تجد صداها على أرض الواقع ويلمسها المواطن الفلسطيني؟ طبعا ما يتعلق بالآليات، أنا أعتقد أن هناك طرح عدة آليات لتنفيذ هذه المخرجات على أرض الواقع، منها ما يتعلق بإطار التعليم للمواطنين الفلسطينيين، أيضا منها ما يتعلق بتكثيف دخول المساعدات الإنسانية والتكاتف حول مسألة أيضا الإسقاط الجوي وأيضا دخول المساعدات الإنسانية، أيضا التباحث مع المجتمع الدولي، سواء المجتمع الدولي الدول الكبرى أو ما يتعلق منه أيضا بالمنظمة الأممية، من أجل أن يكون هناك تصور عربي شامل وموحد لمعالجة هذه القضية، من أجل أيضا الضغط على الطرف الإسرائيلي لوقف هذه المهزلة كما يقال العسكرية التي أضرت بالقضية كثيرا والتي أيضا أضاعت يمكن عشرات الألاف من الشهداء الفلسطينيين. إذن أنا أعتقد أن القمة كانت من القمم التاريخية، لأنها طبعا أولا يمكن شملت موضوع واحد، نعم كانت هناك موضوعات أخرى عربية، لكن الموضوع الأساسي كان طبعا هو الموضوع الخاص بالقضية الفلسطينية. نعم. إضافة إلى عن آليات التنفيذ على أرض الواقع. نعم. أشكرك الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. ولازالت التطورات متلاحقة في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية الشعواء لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع إعلانها عن تكثيف عملياتها البرية في مدينة رفح الفلسطينية، رغم التحذيرات الدولية من شن عملية عسكرية موسعة. تزامنا طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بالانسحاب الفوري والكامل من غزة وبوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في إطار قضيتها التي رفعتها وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. المزيد حول التطورات في غزة نستعرضها مع الزميل محمد البولوك. تفضل محمد.
شكرا جورج وأهلا بكم مشاهدينا. وكما قال جورج بالفعل التطورات متلاحقة في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع إجمالي الضحايا جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 35,272 شهيدا و 79,205 مصابا. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 39 شهيدا و64 جريحا. لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على قطاع غزة، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي وبرصاص قوات الاحتلال في مناطق مختلفة بقطاع غزة. ففي مدينة غزة استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم، كما استشهد أحد الصحفيين وعدد من أفراد عائلته إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهم شمالي قطاع غزة. طيران الاحتلال شن غارات على مخيم جباليا بالتزامن مع قصف مدفعي، هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده من لواء المظليين وإصابة 16 آخرين خلال المعارك في شمال قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه إلى 278 منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة. وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت أنها قتلت 12 جنديا إسرائيليا في عملية مركبة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث وقعت اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة، وبصفة خاصة في جباليا شمالا وشرق رفح جنوبا. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 35,000 فلسطيني وإصابة أكثر من 79,000 آخرين. تتواصل عمليات نزوح آلاف المدنيين من مدينة رفح الفلسطينية الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية. وقد كشفت صور أقمار اصطناعية عن حجم حركة النزوح داخل القطاع نتيجة تكثيف جيش الاحتلال لضرباته. كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عن نزوح حوالي 600,000 شخص من مدينة رفح الفلسطينية منذ 6 مايو بسبب استمرار العملية البرية الإسرائيلية، وبدورها دعت منظمة اليونسيف إلى ضرورة الإسراع في فتح المعابر الحدودية والسماح للمنظمات الإنسانية بالتحرك بأمان وتقديم المساعدات الحيوية التي يحتاجها أبناء قطاع غزة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم انواع الدعم كافة والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الأزمة والتنسيق مع كل الجهات المعنية، أعلنت وزارة التموين أن مطار العريش استقبل الطائرة الرابعة من المرحلة الأولى للمساعدات الإغاثية العاجلة والمقدمة للشعب الفلسطيني عبر الجسر الجوي، وعلى متنها 5,000 خيمة. وأكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة رئيس لجنة المساعدات الأجنبية أن مصر بذلت جهودا دؤوبة من أجل دعم أهالي قطاع غزة عن طريق إرسال مساعدات إغاثية عاجلة لهم بلغت نسبتها أكثر من 80% من إجمالي المساعدات التي دخلت إلى القطاع.
اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بتصعيد الإبادة التي ترتكبها في غزة، داعية في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي اليوم إلى إصدار أمر بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة والانسحاب الفوري والكامل من القطاع. ووصف فوسيموزي ماندونيسيلا سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا الوضع في مدينة رفح بأنه مروع، مؤكدا أن العملية الإسرائيلية بالمدينة تعد الخطوة الأخيرة لتدمير غزة بالكامل. وأضاف فوسيموزي أن الحق في الدفاع عن النفس لا يسمح لإسرائيل باستخدام عنف لا محدود أو يبرر تجويع الشعب الفلسطيني. وبدأت محكمة العدل الدولية اليوم جلسات استماع تستمر لمدة يومين للنظر في طلب من جنوب إفريقيا لإصدار أمر بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي على رفح. وللمزيد ينضم إلينا من جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد الممثل الرئيسي لبعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة. دكتور هيثم، هل لك أن تحدثنا عن الدور الذي تقوم به محكمة العدل الدولية في وقف العدوان الإسرائيلي؟ نعم، مساء الخير لك وللمشاهدين. طبعا لمحكمة العدل الدولية دور أساسي اليوم عليها أن تقوم به تجاه ما يحدث اليوم من انتهاكات صارخة للشعب الفلسطيني ضد الشعب الفلسطيني من قبل الجيش الإسرائيلي، وهذا موجب اليوم على محكمة العدل الدولية أن تقوم به، خصوصا أن هناك دول اصطفت وراء دعوة جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، وهناك دلائل وقرائن دامغة يعني توضح مدى فظاعة الجرائم التي يتم ارتكابها اليوم بحق الشعب الفلسطيني. لذلك هذا الدار المنوط اليوم للمحكمة، فأعتقد بأن المحكمة ستخرج ببعض المقررات الأساسية من أجل وضع حدود لهذه المعركة التي يبدو أن لا أفق لها بحسب ما يريدنا من مصادرنا يعني المتعددة اليوم في الغرب. فهذا الدور نحن اليوم نعول عليه ونعمل على أن يتم إصدار هذه المقررات بأسرع وقت. نعم، أشكرك شكرا جزيلا هيثم أبو سعيد الممثل الرئيسي لبعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت أن قوات إضافية من الجيش الإسرائيلي ستنضم إلى العملية البرية في رفح جنوبي قطاع غزة، في إشارة إلى اقتراب العملية العسكرية في رفح الفلسطينية. كما زعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي نجح في تدمير عدد من الأنفاق في منطقة رفح الفلسطينية للقضاء على حركة حماس. ونعود مشاهدينا مرة أخرى إلى الزملاء جورج وغادة لنستكمل معهم بانوراما. إليك جورج. شكرا محمد البلوك. نواصل سيداتي وسادتي تقديم أخبارنا، حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه دمر 4 طائرات مسيرة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنه جرى تدمير المسيرات بعدما تقرر أنها تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وينفذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب منذ 19 نوفمبر الماضي، يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها دعما لقطاع غزة الذي يشهد عدوانا إسرائيليا. مشاهدينا، وعودة من جديد إلى الزميل محمد عبد الله من العاصمة البحرينية المنامة. محمد، ضعنا في المشهد لديك، وعفوا لانقطاع الاتصال السابق.
يبدو أننا فقدنا الاتصال من جديد بالزميل محمد عبد الله في العاصمة البحرينية المنامة، ومتواصلون معكم في هذه النشرة، حيث أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف مواقع إسرائيلية بالصواريخ ردا على غارات إسرائيلية على شرق لبنان. وأوضح الحزب في بيان له أن الهجوم يأتي ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على منطقة البقاع، وأنه قام بإطلاق أكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على مقر قيادة فرقة الجولان 210 ومواقع إسرائيلية أخرى. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم، وفيها بعد الفاصل ختام فعاليات التدريب البحري المشترك الموج الأحمر 7 بالمملكة العربية السعودية. ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. صك أضحيتك من الأوقاف، مستورد ب6000 جنيه، بلدي ب8500 جنيه. كامل ثمن الصك يحول لأضحية ويوزع على المستحقين على الأرقام والحسابات التالية: أو اتصل يصلك مندوب الأوقاف. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار المال والأعمال، تفاصيل أخبار الاقتصاد في بانوراما 8، ومباشرة إلى سارة قناوي. إليك سارة. شكرا لك غادة، شكرا لكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نتابع مع حضراتكم أخبار الاقتصاد، وفيها رئيس الوزراء يتابع جهود خفض أسعار السلع ويؤكد أن الفترة القادمة ستشهد تخفيضات حقيقية. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتابع بانتظام الجهود المبذولة لخفض أسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، والتي تضمنت توفير النقد الأجنبي والإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك. وأشار مدبولي خلال ترأسه اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، أشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤول اتحاد الدواجن بهدف الوصول لتخفيضات حقيقية في هذا القطاع، وكذلك مسؤول قطاع الخضروات والفاكهة، مؤكدا الاستمرار في جهود زيادة منافذ البيع لمختلف تلك المنتجات والسلع حتى لا يتم رفع الأسعار من خلال السلاسل الوسيطة. أكد رئيس الوزراء عمق العلاقات القوية والروابط الوثيقة التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، وأن هذه العلاقات شديدة التميز على مستوى القيادة السياسية في البلدين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لبحث أوجه التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة. كما تناول الاجتماع أيضا عددا من المحاور حول زيادة الاستثمارات السعودية في مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية منظومة الري تحت السطحية التي يتم اتباعها في عدد من الدول. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي اليوم مع جوهر عبد الله رئيس شركة أوتاد العمران المحددة السعودية لعرض منظومة الري تحت السطحية، وذلك بحضور مسؤول الشركة، حيث وجه رئيس الوزراء بإعداد دراسة ومقايسة للتكلفة المتوقعة مع ضرورة أن يكون هناك تعاون وشراكة مع مصنعين مصريين لتصنيع مستلزمات هذه المنظومة بهدف خفض التكلفة.
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بختام التعاملات نحو 58 مليار جنيه ليصل لمستوى 1,752 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 22.8 مليار جنيه، فيما بلغت تعاملات الأسهم نحو 2.8 مليار جنيه. وقفز مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 بنسبة 3.27%، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 3.46%. ختم أخبار الاقتصاد، شكرا لطيب المتابعة وعودة للزملاء إليكما. شكرا لك سار. اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك الموج الأحمر 7 بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكل من مصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتي والمملكة العربية السعودية. يأتي التدريب الذي استمرت فعاليته لعدة أيام بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة. اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك الموج الأحمر 7 بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكل من مصر، السعودية، الأردن، اليمن وجيبوتي، والذي استمر فعالياته لعدة أيام بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية. تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين كافة العناصر المشاركة، وكذلك التدريب على التصدي لهجوم الزوارق السريعة والتدريب على حق الزيارة والتفتيش، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة التي أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشتركة في التدريب. واشتملت المرحلة الختامية للتدريب على تنفيذ بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيراني لعناصر القوات الجوية، فضلا عن تقديم المعاونة الجوية للقوات واستطلاع ساحل الجزيرة وتأمين تمهيدا لتقدم القوات وتنفيذ الاقتحام بنجاح. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية للدول المشاركة في التدريب، وعدد من طلبة الكلية البحرية المصرية والكلية العسكرية التكنولوجية. نفذت القوات البحرية المصرية والبريطانية التدريب البحري المشترك مدافع الإسكندرية الذي استمر عدة أيام بقاعدة الإسكندرية البحرية. وقد تضمنت مراحل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة البحرية، منها التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها ومجابهة التهديدات غير النمطية وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية، والتي أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية واحترافية في تنفيذ المهام المكلفين بها.
نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جامعة طنطا يوما تعريفيا لإطلاع طلبة الجامعة بحجم الإنجازات التي تحققها المؤسسة في العديد من المجالات، وبخاصة تطوير الريف المصري ودعم الأسر الأكثر احتياجا. وتم توزيع بعض الهدايا على الطلاب والطالبات أثناء أداء الامتحانات، ما يشجعهم ويساعدهم على سير العملية الامتحانية في جو من السعادة وتقديم الدعم النفسي لهم. وقالت الدكتورة زينب سامي منسق حياة كريمة بالغربية إن تلك الزيارة تأتي في إطار سعي المؤسسة لتنمية وإعداد كوادر من شباب الجامعات المصرية المختلفة، مشيرة إلى حرص حياة كريمة على توفير عدد من المبادرات والتدريبات المتنوعة بهدف نشر ثقافة التطوع وتدريب الشباب على المهارات المختلفة وأهمها مهارات سوق العمل. أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور رضا حجازي انضباط سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات التي بدأت بها الامتحانات. وشدد حجازي على مديري المديريات بضرورة الالتزام بالمعايير ومراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة مع المرور بشكل متواصل طوال فترة الامتحانات على مختلف اللجان. انطلق ماراثون امتحان الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية. طلاب محافظة القاهرة أدوا الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والتي جاءت بعيدا عن الصعوبات وفي مستوى الطالب المتوسط. امتحان عربي ودين، والامتحان كان ماشي كويس الحمد لله، وكان مباشر جدا ما فيهوش اي حاجه صعبه. بالنسبه للنحو، لا النحو كان كويس جدا ودي اول مره تحصل، ولكن كلجان كانت اللجان صعبه، وهو كتالت اعدادي عايزه اللي يذاكر وعايزه اللي بجد يشد فيها. الامتحان كان سهل جدا بجد واول مره تحصل بجد، كانوا 5 اسئله تقريبا، يعني سؤال كل فرع، وقطعه النحو كانت سهله جدا، وامتحان العربي كان تحفه بجد. لا الامتحان كان سهل، النحو بس اللي كان صعب شويه بالنسبه بالي يعني، بس حلته كويس الحمد لله. الامتحان كان سهل جدا واسئلته كانت جايه مباشره، يعني نص معظم الامتحان كله كان سهل جدا، النصوص القراءه. الاسئله جاءت في كلا المادتين متدرجه من السهل الى الصعب وواضحه، مما انعكس على الحاله المعنويه للطلاب وتعبيرهم عن رضائهم لمستوى الامتحانات. بس النحو كان صعب شويه، يعني احسن من الاول بكتير. الحمد لله الامتحان كان سهل، بس انا كنت خايفه لدرجه يعني الخوف اللي انا خفت ده ما كانش لازم خالص للعربي، طلع العربي اسهل مما توقع. العربي كان رائع، كان حلو الصراحه، النحو كان جميل يعني، والدين برضو كان سهل جدا الحمد لله، الاسئله كلها مباشره. هو لا هو كان فيه مش مبا... مش ما كانش مباشر قوي، بس لا هو يتحل عادي، بس في حاجات كانت يعني معقده يعني. النحو يعني ما كانش صعب قوي، بس هو كان يتحل، هو كان عادي، في التكات اللي هي طبيعيه اللي هو ممكن تيجي في اي امتحان نحو يعني. الوزير شدد على مديري المديريات بضروره العمل على حل المشكلات في حاله وجودها بسهوله ويسر، مما يحقق انضباط سير العمليه الامتحانيه. مع انطلاق ماراثون امتحان الشهاده الاعداديه على مستوى الجمهوريه، الامتحانات في اليوم الاول جاءت في مستوى الطالب المتوسط. محمد محروس، النيل للأخبار. تم استعراض سبل دعم السياحة العلاجية في مصر من خلال تجويد نظم الخدمة العلاجية بالمراكز الطبية وأهمية التحول الرقمي في تطوير المنظومة الصحية. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لمستشفى الشركة الوطنية للطيران والخدمات الطبية، وذلك بحضور وزير الطيران المدني ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والعلاج. التحول الرقمي والسياحة العلاجية ونظم صحية مجودة محاور مهمة تم استعراضها خلال فعاليات المؤتمر الطبي السنوي الثاني للشركة الوطنية للطيران للخدمات الطبية كأحد الأطر المهمة للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر. احنا عاملين ورشة عمل على مدار يومين بمشاركة خبراء دوليين في هذا المجال، بالإضافة إلى الخبراء المصريين الموجودين هنا وكافة الجهات التي تعمل في مجال السياحة العلاجية من وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية والرقابة والاعتماد. المحور الثاني هو إظهار أهمية التحول الرقمي، فإحنا بنعرض مشروع التحول الرقمي وإيجابياته، إزاي نقدر نستفيد منه، إزاي نقدر نفيد باقي المؤسسات الصحية اللي تحب تلتزم أو بتفكر أنها تدخل
مجال التحول الرقمي ازاي تقدر تعمل؟ عندنا جانب السياحه العلاجيه ابتدينا ننشط فيه، حصلنا على اكريديتيشن تيموس الحمد لله رب العالمين. والحاجه الثانيه برضو عندنا البروجكت الكبير اللي احنا بنعمله اللي هو زرع النخاع واللي هو البون مارو ترانسبلانت، وده ان شاء الله هيتفتح قريبا باذن الله. كما تم خلال فعاليات المؤتمر استعراض دور الشركه الوطنيه في دعم السياحه العلاجيه التي تعد احد الحلول المثلى للدخل القومي بما تتضمنه من تقديم خدمات علاجيه مجوده للسائحين والمواطنين. النهارده يعني المفترض ان احنا نتوقع 50 مليون سائح، فالنهارده جزء كبير من هؤلاء السياح الحقيقه ممكن يحتاجوا رعايه صحيه، ثم في ناس بتيجي اصلا عشان العلاج، واحنا مصر كنا على فتره طويله جدا وزمنيه كبيره بهذه القدرات الموجوده بتستقطب مجموعات كبيره جدا من السياح سواء من المنطقه العربيه او المنطقه الافريقيه. في وضع الموضوع في صوره مؤسسيه وجود مصر للطيران كناقل رئيسي وكالشركه الوطنيه للطيران اعتقد ان احنا نقدر نحقق هذه الاهداف. التحول الرقمي والسياحة العلاجية محاور مهمة كشف عنها المؤتمر الطبي للطيران والتي ستحدث طفرة نوعية في توفير خدمة علاجية للمواطنين والسائحين تصل لمستوى الرقي. محمد حلمي، النيل الاخبار. ختام نشرة الاخبار، وهذا تذكير بابرز العناوين. البيان الختامي لقمة البحرين يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وعقد مؤتمر دولي للسلام. في كلمته أمام القمة العربية الرئيس السيسي يؤكد على موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسرياً. جنوب إفريقيا تعتبر الهجوم الإسرائيلي في رفح الخطوة الأخيرة في تدمير غزة في مرافعتها أمام جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية. ختام هذه النشرة، ولتفاصيل أكثر على موقعنا على الإنترنت nile.asia. سيدات والسادة، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار، شكرا لكم وإلى اللقاء.